أكاديمية اسباير تمكنت من الفوز باللقب مارتين. كرة رجوية ترجع كان الجيش مرة ثانية للفريق البيضاوي في محاولة بناء الهجمة، في محاولة التوغل، في محاولة الوصول لمرمى القطري، لمرمى القطريين، لكن تدخل مونتيرا بليدا. كرة مرة ثانية ترجع 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 ترجع. نتمنى أن يكون البطل بطل هذه النسخة أن يكون عرب يشعر بأنه بدا عليه الضغط، لذلك يجب عليه أن يرد. كرة رجوية خطيرة في بداية الهجمة، خطيرة إسماعيلي، كثير من التجربة التي تسمح له يعني في أي لحظة ممكن يسجل عليك لكي يحققون اللقب. كرة رجوية لصالح الفريق البيضاوي. حاكم ألمانيا الفريق الأكاديمية، كيف لا، وهذه الأكاديمية لها فضل كبير. يعني غدا ستكون الكرة التونسية في مواجهة الكرة الألمانية. نتمنى كل التوفيق للأندية التونسية أو لنادي نجم الرياض الساحلي في البطولة. هجمة رجوية، هجمة لصالح الفريق البيضاوي. خيفان أي منتخب في آسيا، خيفان حتى أستراليا التي تعتبر من أقوى المنتخبات في القارة. كرة خيرة لصالح الرجاء، الرجاء 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 للرجاء البيضاوي. هل سيقومون باختراق الدفاعات القطرية؟ نتمنى أن تكون أسامة في مواجهة بليدا. بليدا أسامة، يا ترى من الذي سيتفوق؟ يا ترى من الذي سيتفوق؟ أسامة، جول جول! الهدف الأول، الهدف الأول لأسامة الزمراوي من نقطة الجزاء.